النصيحة أنصح بها نفسي قبل أن أنصح الجميع، من أعظم ما يرفع العبد بين الناس وعند الله عز وجل تواضعه، أن يتواضع للخلق، أن يعرف حقيقة نفسه وقدر نفسه. كلام حنا نعمل منه محاضرات، ومستعد أي واحد فينا أن يتحدث ساعات في التواضع، آيات وأحاديث وقصص للسلف لكن السؤال الواقع العملي، وليس أمام الناس. المشكلة فيما بيننا وبين ذلك العامل الفقير المسكين، أو هذا الحارس الذي يمنعني أحيانا من دخول مكان، أو هذا الخادم اللي ما خدمني مما يعتبره بالنسبة لي يعني مكانتي، ما أعطاني حقي في الخدمة. ولا هنا يتبين تواضع الإنسان حقيقة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تخيل موسى عليه السلام بجلالة قدره، كليم الله، من موسى؟ من أولي العزم. من موسى الذي قص الله قصته في القرآن فأكثر منها؟ من موسى عليه السلام يأتي إلى رجل أقل منه منزلة، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يا الله؟ والله أنا مرات لما أمر في سورة الكهف على هذه الآيات أحتقر نفسي. متى جلسنا مع واحد أقل منا علما ونتعلم منه؟ علمني، فهمني، أخبرني، أشر علي. من يفعلها؟ وإن كنا نقولها نظريا لكن الواقع العملي غير. من الآيات التي رددها عمر بن عبد العزيز ذلك الرجل الرفيع قدرا، ترى ما كان يملك إلا ثوبة عند الموت، ليس بالثياب ولا بالمركب الحسن ولا بالشكل يرتفع الإنسان أبدا. والله عمر مات وما يملك إلا ثوبه. ابن عبد العزيز آخر آيات رتلها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الصدمة أن أفضل إنسان على وجه الأرض لما يدخل أحد المشركين إلى المجلس ما يعرفه بينهم، ما يعرف وين الرسول بين الصحابة، أيكم محمد؟ شوف الصدمة. إحنا اليوم في أي مجلس نعرف، كل طالعنا والكل قدمنا والكل، أحيانا نظن أن هذا عاجل بشرى المؤمن، وما ندري أحيانا هذا من الغرور. ما يعرف الإنسان أحيانا أن هذه نفخات أحيانا من الشيطان ينفخها في ابن آدم. من مثل ابن حنبل في زمانه؟ شوف تواضعه، كم بكى وتحسر على الشهرة، كان يندم على أنه اشتهر بين الناس. إحنا ودنا الناس تعرفنا، خلينا نكون واقعيين وصريحين مع أنفسنا. صح بشر ونتعذر أحيانا، هذه طبيعة البشر، لكن كلما ارتفع العبد عند الله كلما زاد تواضعا بين الناس. أكثر مني تعرفون الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن... أنتم أعلم بهم مني، أنا جلست معهم قليلا، لكن مما كان يميزهم تواضعهم بين الناس. يعني الشيخ بن عثيمين كنت أحيانا أرحمه وأرأف لحاله في الحرم، شلون الناس هذا يجره وهذا يجلس وياه وهذا يمنعه حتى ما يخلونه يطوف. إحنا ما نفعلها والله، أحيانا نتلثم عشان لا أحد يعرفنا، نبي نرتاح من الناس شوي. ما ارتاحوا والله ولا تأففوا أبدا، ما شفتم متأففين، وأنتم أعلم بهم مني. سليمان عليه السلام ملك نبي، يعني كل واحدة لوحدها تكفي أن يرتفع بين الناس. لو كان ملكا لوحده لكان، ولو كان نبيا لوحده لكان من كان، ملك ونبي. ويأتي هدهد يقول له: أحط بما لم تحط به، أعرف شيء أنت ما تعرفه. تخيل يجيك واحد من تلاميذك يقول لك: أنا أعلمك، أنا أفهمك، أنا ذكرك إذا كنت ناسي، أنا أشير عليك فعلك خطأ. كبير عندنا هدهد يقول حق نبي، يقول: نسمع ننظر، قد يكون صادق، وإذا كنت كاذب نحاسبك. شوف الأدب حتى مع هدهد، ليس بشرا. تواضع من أعظم الأخلاق. والله ما أعرف خلقا يرفع عبدا بين الناس
كالتواضع. حتى البذاذ أحيانا من الإيمان ترى، يعلم يربي الإنسان فيها نفسه، يعلم الإنسان فيها مو عيب. أنا أذكر واحد الدعاة كنا نفتقده في المعتكف أحيانا، كان عندنا مكان خاص في المعتكف مع الشباب نجلس في المسجد في العشر الأواخر، كنت أفتقده داعية ما أبي أذكر اسمه، فطور الأول يفطر معانا، فطور الثاني بعد الصلاة ما أشوفه، حنا فطورنا الأساسي بعد الصلاة، أدور أدور عليه ألقاه في غرفة العمال يجلس معاهم. أقول له أبو عبد الله ليش؟ يقول والله أجد راحة نفسية بين هؤلاء. قلت له يعني متضايق منه؟ قال لا والله أخواني أحبكم، لكن لما أجلس مع هؤلاء المساكين البسطاء أجد راحة ما أجدها في غيرهم. وكان يفعلها السلف، كان يفعلها بعض الصحابة حتى ليس تابعين، صحابة يجلسون مع المساكين والفقراء يجد في نفسه شيئا يكسره. عمر فعلها لما حمل على ظهره قربة، قلت في نفسي بخن بخن يا عمر، وجدت في نفسي أردت أن أكسرها. خلنا نعود نفسنا يا أخوان أن حنا حالنا حال البشر، بل يمكن حنا أسوأ حالا من الناس، الله سيحاسبنا أكثر من الناس. وأحيانا والله الواحد يشوف بعض العامة من عبادته ويحتقر نفسه، والله يمكن الشيخ أكثر أكثركم سمعته يقول في دروسه هذا الكلام، أسمع من العامة عبادة وأعمالا نحتقر أنفسنا. إحنا إيش؟ إحنا بس ترى اسم، أحيانا اسم الله، ونغتر بثناء الناس علينا. والعبرة ليس الناس، العبرة رب الناس. لا تنظر إلى رؤية الناس لك وثناء الناس عليك، هذا كله ترى زائل. أنا ما ودي أطول لأنه خاطرة، ما كنت أعرف إيش أقول حق مشايخي علمائي، وأنا حقيقة استفدت يعني من المشايخ هؤلاء كلهم. حتى أقول للشيخ عبد الواحد يقول له بك استجير هذه ما تعرف كيف أثرت فيني، يمكن قالها في لحظة يعني عابرة ما كان معد لها ولا كان مرتب لها، ولا كلماتكم كلها أثرت فيني، بل والله أحيانا أعيدها مرات عشان أتعلم وأتعلم وأتعلم. فالخاطر هذه ليست لكم إنما هي لي، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.